وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في احتفال كبير جرى مساء اليوم في مدينة محمد بن راشد في دبي، حجر الأساس لمشروع ميدان ون مول الذي من المتوقع إنجازه وبلوغه التمام بالتزامن مع انطلاقة إكسبو دبي 2020. وسيضم ميدان ون مول الذي يعد نقطة الارتكاز لمشروع ميدان ون 620 محلا تجاريا واثنين من المتاجر الكبرى، بالإضافة إلى هايبر ماركت بمساحة تقدر ب 131.150 قدم مربع، في حين ستتضمن التكنولوجيا الذكية المستخدمة في المول قبة سماوية قابلة للطي والتي ستعيد رسم ملامح وجهات التسوق والترفيه والتسلية. وقال سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة رئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان بهذه المناسبة، انطلاقا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمشروع ميدان ون، جمعنا كافة عناصر تجربة الترفيه والتجزئة في مكان واحد ليصبح الوجهة الأولى في الإمارات بل وفي الشرق الأوسط عامة. ومع بدء الأعمال الإنشائية من المترقب استكمال ميدان ون مول في عام 2020 بمشيئة الله تماشيا مع المرحلة الأولى من مشروع ميدان ون الضخم، ستتاح للزوار فرصة التمتع بأفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم بما فيها مجموعات المنتجات الحصرية والجديدة في المنطقة، كما سيكون المول أول مركز تجاري يتم إنشاؤه من خلال شراكة وثيقة مع كبرى العلامات التجارية الدولية في قطاع التجزئة. فقد تعاونت مجموعة ميدان مع نخبة من الأسماء المرموقة منذ انطلاق فكرة المول، حيث تم تصميم المساحات بما يلبي متطلبات هذه العلامات واحتياجاتها لتعظيم الاستفادة من المساحة وبما يضمن حصول العملاء على تجربة غير مسبوقة. سيتم تخصيص ممشى مهيئ للعلامات التجارية الفاخرة في منطقة سنترال كانترول الممتد بطول 1315 قدم يمكن الوصول له مباشرة من الطريق، حيث سيكون الممشى الوجهة الأروع للتسوق والتمتع بالوجهات الكبيرة وأحدث صيحات الموضة للموسم. كما ستميز القبة السماوية القابلة للطي التي تبلغ أبعادها 160 مترا في 100 متر ميدان ون مول عن غيره من الوجهات التجارية، كما سيقدم المول خيارات متنوعة للتسوق والمطاعم لآلاف الزوار. ومن بين أبرز عناصر الجذب التي سيتضمنها المول وجود أكبر نافورة راقصة في العالم تمتد على طول 380 متر، بالإضافة إلى صالة للتزلج تتضمن أطول منحدر مغلق للتزلج بطول كيلومتر لممارسة الرياضات الثلجية، ويمكن للمشاركين الهروب من حرارة الطقس في أي وقت من أوقات السنة والتمتع بيوم حافل بالنشاط والإثارة في الثلج أو الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع كاملة في الغرف والشقق الفندقية من فئة 4 و5 نجوم والمتصلة مباشرة بالصالة ليعيشوا أجواء الشتاء وتجربة الثلج دون الحاجة للسفر خارج المنطقة. هذا وسيتضمن ميدان ون مول صالة رياضية متعددة الاستعمالات تمتد على مساحة 258.300 قدم مربع، والتي تضم بدورها ملاعب رياضية بأحجام متعددة عالمية للعب كرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وتنس الطاولة وتنس الريشة والكريكت الداخلية والفنون القتالية المختلطة والملاكمة والجري والسفبول وقفص لممارسة البيسبول ومنطقة للعب اللاكروس وأخرى للغولف، بالإضافة إلى صالة للتزلج تضمن أطول منحدر مغلق للتزلج بطول 1 كيلومتر لممارسة الرياضات الثلجية. أما فيما يخص الرياضات الخارجية فتتضمن ملاعب لكرة القدم ومرتفعات لركوب الدراجات الهوائية ومسارات للركض والمشي ومنطقة لركوب ألواح الثلج ومنطقة BMX للدراجات الهوائية. يضم المول أكثر من 100 مطعم و21 صالة سينما، وصالة للطعام تضم أكثر من 20 مطعما إضافيا، وممر مركزي عملاق بطول 400 متر يضم مجموعة من أفخر المحلات. وسيتم تخصيص مواقف للسيارات تتألف من أكثر من 12 موقفا لخدمة المول. حضر حفل التدشين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من الوزراء والمسؤولين.